تلاوت کلام اللہ کے لیے محفل حسن قرات کی عظیم ہستی قاری عبد الباری صاحب زیدہ مجدہم سے درخواست گزار ہیں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور آیات مبارکہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. حضرت قاری عبد الباری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ قرآن کریم کی